وصلنا وياكم للجزء الثاني من الحلقة اللي خصصناها لبطولة كأس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم الأولمبي. في هذا الجزء من برنامج الرماية في الأسبوع راح نتعرف على أهم التفاصيل وأهم النجاحات والإنجازات اللي تحققت خلال إقامة هذه البطولة. الحمد لله. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم كانت عندنا منافسة 10 متر، وكانت المنافسة شوي بالنسبة لي شوي قوية، لأن مع الكلية شوي أنا مقصرة في حق التدريب تقريبا، بس الحمد لله قاعدة أحاول قد ما أقدر أني أحافظ على مستواي، والحمد لله اليوم حققت رقم جديد واللي هو 415.3. إن شاء الله راح يكون عندنا بطولة 50 متر 3 أوضاع يوم السبت إن شاء الله. جولة النهائي كانت شوية أكشن، وكان الفارق بيني وبينها يعني شيء بسيط في البداية، وحاولت إن أنا أقلص الفرق هذا، بس صارت معي شوية ضغط نفسي مع الفاينل، فيب طلقتين واللي هما اللي نزلوني شوي زيادة، بس الحمد لله يعني كنت راضي عن أداء الفاينل حق اليوم. يعني أنا شخصيا 10 متر صار لي فترة طويلة، يعني تقريبا فوق السنة موقفة 50 متر 3 أوضاع، فالبطولة راح تكون يوم السبت إن شاء الله، وأنا صار لي تقريبا حوالي شهر رديت أتمرن 3 أوضاع، ف ما أدري يعني إذا جبت فيها شيء بيكون أوكي، يعني لأن بعتمد أكثر على الخبرة مش التدريبات، لأن قبل كنت ألعب 3 أوضاع والحين صار لي فترة طويلة يعني وقفت أسباب صحية، فبعتمد أكثر شيء على خبرتي في 3 أوضاع لا التدريبات، فإن شاء الله خير. والله الحمد لله كانت بطولة وايد حلوة، وكانت في بطولة لنا قبلها واستعدنا لها عدل، ان الفاينل دائما يكون يعني الحظ حق اللي يثبت اكثر، هو اللي اساسا الICCF حاطينه، بس الحمد لله. والله هو فرق 25 و10 متر، لان عن نفسي انا وايد احب 25 لان الطاقة حية والتركيز يكون اعلى في 25 يعني. والله اليوم الحمد لله كانت بطولة وايد زينة صراحة، استمتعنا مع الشباب، كان تحدي وكانت نتائج زينة. اليوم الحمد لله تصدرت في التصفيات وسويت رقم شخصي جديد، بس الفاينل ما كان ممتاز، بس خذيت الأول شباب، وإن شاء الله الجايات نعجبكم إن شاء الله. Thank you.
وش بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل بطولة تختلف عن البطولة الثانية من ناحية الأجواء والرماة اللي يرمون فيها. طبعا البطولة كان فيها عدد كبير من الرماة، طبعا كلهم ما شاء الله عليهم يرمون الحمد لله، يعني رمينا 60 رمية لا بأس فيها يعني، والحمد لله أخذت الثالث على الكبار. كانت النهائيات جدا صعبة، خاصة أن السكورات كانت متقاربة في الفاينل، بس كل واحد فينا شد حيله والحمد لله. يعني والله الأجواء المسابقة كانت منافسة قوية بيني وبين زميلاتي، بس الحمد لله أني أنا قدرت أجتاز هالشي ووصلت حق اللي أنا أبي، وإن شاء الله بعد اللي جاي إن شاء الله أحسن وأحسن. في بطولة في شهر 2 إن شاء الله إحنا قاعد نستعد لها، إن شاء الله نبيض الوي. الله يبارك فيك. والمنافسة لا شك البطولة المحلية يكون فيها تركيز دائما على الأرقام والاجتهاد في التمرين، لا شك أنه يرفع مستواك ويخليك تأخذ أفضل الأرقام في البطولة. بالنسبة لرقمي أو الأرقام اللي كانت في البطولة، بعد الانقطاع البسيط عن التمرين أو يمكن قل التمرين شوي الفترة اللي راحت، لكن المستوى الآن جيد. نعم، كان عندنا اجتماع بعد البطولة مباشرة اللي هي بخصوص المشاركة في البطولة الخارجية وطريقة تجهيز الفريق، والحمد لله يعني في نقاط أساسية يمكن احنا انشغلنا او ما انتبهنا لها في البطولة هذه وكان التركيز عليها، وان شاء الله البطولة الجاية راح يكون في عندنا اكثر من تدريب رسمي او اكثر من اختبار للبطولة. في شهر حدد لنا موعدين وإن شاء الله راح نركز على أساس يكون في ارتفاع في المستوى وأفضل إن شاء الله. الحمد لله، هاي توفيق من الله، وفقني بميداليتين في البطولة. وتحضيراتنا يعني كان عندنا تدريبات شوي مكثفة أكثر من أيام العادية، والحمد لله يعني بعد هاي كل الحمد لله وفقنا يعني قدرنا نجيب شيء. والله الحين كان يكلمنا إنه بيزيد أيام الكنترول تيست على أساس إن شاء الله بالأسياد بيكون شهر 8،
إن شاء الله الوقت يعني في بطولات خارجية، يعني ما حدد بالضبط الدول، بس بيكون على شهر 5 وفي شهر 7. الحمد لله، هذا من مجهود الاتحاد في التدريبات القوية اللي يعني مثل المعسكر الداخلي. نشكر الله على الرقم هذا والإنجاز، والله الاحتمالات كلها واردة عندنا، بس بعد إذا استهواء اللعبة يبيلها تعب. بإذن الله إن شاء الله المنتخب دائما باستعدادات، وفي الفترة هذه بداية الموسم والشباب ما شاء الله أرقام عالية وبطولة تعتبر من أصعب البطولات، وهذا يدل على جاهزيتهم وعلى التدريب الصحيح. الحمد لله اليوم حققت المركز الأول في مسابقة 3 أوضاع 50 متر سيدات. الأجواء كانت الحمد لله أوكي، ما كان في هواء يعني، هاي ساعدنا، وكان في تنافس شوي بيني وبين عاشة السويدي، يعني كان الفرق بيني وبينها في الماتش نقط 1 point، والحمد لله. وصلنا وياكم إلى ختام الجزء الثاني من حلقتنا اللي خصصناها لمنافسات بطولة كأس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم الأولمبي. أوعدكم إن شاء الله بحلقات جديدة ومتميزة من برنامج الرماية في أسبوع. لا تنسون السبسكرايب واللايك، دائما يخلينا في مقدمة القنوات. في أمان الله.